أما سؤاله الثاني يقول: إذا دخل أحدنا المسجد ووجد الصف الأول قد اكتمل ولم يكن أحد معه في الصف الثاني، وقام ليطلب شخصا آخر من الصفوف الأول ورفض واحد من أولئك، فماذا يفعل والحالة هذه؟ إذا جاء الإنسان والصلاة قائمة فإنه يحاول أن يدخل في الصف، لأن يوجد له فرجة ويدخل في الصف. فإن كان الصف متكاملا ولا يقبل الزيادة، فإن تمكن من أن يدخل عن يمين الإمام إنه يجب عليه ذلك. وإن لم يحصل هذا ولا هذا، لا مكان في الصف ولا تيسر أن يدخل عن يمين الإمام، فإنه ينتظر حتى يدخل من يصلي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الفذ خلف الصف منفردا، وأمر من صلى خلف الصف منفردا أن يعيد الصلاة، فينتظر حتى يأتي من يقوم معه. نعم.